أنياسا يا رب نيجين من دا اليوم جدركم فيديو جديد فلوق جديد قصدي راح نجرب العمل لمدة يوم كامل ويتر في قاعة أفراح. فالمهم إنه خليكم معنا بعد الفلوق. طبعا أنا ما بسوي هذا العمل لوحدي، أنا ونارين وكمان منه، بس هو طلع يجيب المظلات عشان الجو مرة ممطر، والحين إحنا رايحين وبالتوفيق. كمان اللي مو مشترك في القناة يشترك الآن، ولا تنسوا زر الإعجاب، وكمان يا ريت تشتركوا بقناة نارين عشان هي عندها قناة خاصة للرياكشن، راح أحط لكم الرابط في صندوق الوصف. إحنا منتظرين منها عشان راح تجيب المظلة لأنه الجو مرة ممطر. شوفوا حظنا، يا جينا الذكية الوحيدة اللي دائما تاخذ المظلة وإحنا نخرج بدون. منو؟ ليش تتأخر علينا؟ يا العفو، عند المدبر. واو، يلا يلا نارين 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 نارين. شو قاعد تسوي؟ سؤال ذكي. شو قاعد تسوي؟ منو مع نفسه؟ الساعة تقريبا 8:37 دقيقة راح نتحرك، لازم نوصل هناك الساعة تقريبا الساعة 9، من 9 لما يخلص دار الباص أخيرا. الجو مرة مطر فهو ياخذ وقت، واحنا ماسكين المظلات ما قادرة امسك الكاميرا. شوف الحين هذه غرفة التغيير، وراح نغير الملابس الخاصة في الشغل الويتر. لينو مساي مساي. طبعا احنا ما اكلنا، فجبنا شوية اكل معانا عشان ناكل الحين. الحاسم ما فطرنا شيء تقريبا، فبناكل هذا. لحد ما الحين نارين هي قاعدة تنظف هذا الأرض، هي عليها دورها إنها تنظف الأرض. راح تكنس الدرج كامل من هذا الدور. الحين إحنا في الدور الرابع لين الدور هذا الأول. نارين أجا أجا نظفي المكان. هالشيسو طالع طالع. والله جاي يوم ونشتغل. Calm down. قال لك جاي يوم نشتغل. أوريدي إحنا نشتغل، هذا حياتنا. أنت عايشة الجو. أيوة نعيش نعيش. إحنا اللي كنا عايشين بالصرايا فقدنا مهلنا ورجعنا نشتغل من جديد. طبعاً أنا علي راح يكون الحمامات بغسلها. يلا باشينا أول حاجة الفاينات. الوضع مضطرب، الله عزكم الله انه ما ينفع اني اصور هذا الشيء، بس انه حبيت اوريكم اللقطات. اصور لكم كل شيء عشان تكون موثقه الحدث. فبيكون حقتهم الحمامات نظيفة. يلا حاجة حاجة. الحين لازم أقري المعوذات، لأن دائما حقة الرجال تكون ريحتها معفنة. الصراحة نمسة برا يا أخي، والله والله مرة خنزة. مرة ما أطيق هذا حمام الرجال، مرة خايف. لا أتمنى أحد ينحط موقفه. المكان
كله. ريحة مرة طويلة. عندي مش شامة. بس اللي بإيده بالموية مو زي اللي بإيده النار. الريحة مرة عارفنا. خلصت تنظيف الحمام والحين راح أنزل الأكل. حطينا هنا. راح نزل الأكل ووزعها عشان البوفيه. هذا هو الأكل. ينو. وده. تمام. المدير قاعد يراقبنا فاحنا ما مصورين انه موجود ما يعرف هذا الشيء عشان كذا لازم اطفي يجينا من هو جايين الحين يجينا كم سنة؟ هناك نسيتي؟ لا عشان قاعدين نصور والمدير بيجي فجاه بالعصر عشان كذا هذه مغامرة الحين راح نحط الاكل هنا هنا تم الانتهاء من الأكل جهزناه كله طبعا ما لحقت أوريكم كل شيء والتجهيزات اللي نسويها عشان كان المدير عامل علينا ضغط فعشان كذا ما قدرت أسوي كل اللي يعني بسوي أنه أصور أكثر لكم فهذا هو الأكل البوفيه الدور الثالث نارين أختي فتمسك الدور الرابع مع ولد من الأولاد وأنا ومين هو ولد ثاني راح نمسك هذا الدور الثالث شوفوا هذا المكان لأنه المعازيم كمان أكثر وكمان إحنا شاطرين أكثر شطارة يمكن بس المهم إنه أنا ما لحقت إني أصور كل حاجة بسبب إنه قعد علينا ضغط يعني راقبنا كثير وجو الناس بشكل مفاجئ جو لعندنا فما لحقت انه اصور لكم كل المقاطع مينو احس من ضحكتك في مقطع ما قاعد تصور والله اصور في خصم السوشي ثمانية
شوقي شوقي عودي هذا الأكل منه دايت دايت انت كمان هذا كله دايت انا اسوي دايت اللحمه انا رياضي لازم اني اكل لحمه هنجيا مزاهر هاي تانا منويا قد تم القضاء على الطعام والآن سوف نذهب إلى الشغل العودة إلى العمل대로 마이크 잡았고요. 떨어뜨리지 않아서 사이즈가 될 일은 없어요. 예. 마이크 자세도 나옵니다. 아빠 괜찮죠? 예. 아빠 괜찮죠? 알겠습니다. 그렇다면 우리 아빠가 여기서 한 장을 뽑아서 저를 주시. بعدين ننظف المكان. فالحين الناس راحوا تقريبا. ونادي. شفتوا كل شيء صفيته اما احنا لسه بينا طالع طيب ما تقول عرق الفرق الشاسع بين فوق وعندنا تقريبا لساتنا ما خلصنا كل هذا الشغلات هذه ف شو نسوي؟ ها؟ شكرا كمان تكون بعيد يلا أجسندو جت نظف معنا هل شيء يسوي نارين طبعا خلصنا الحين قشطنا كل هذه الأشياء الحين نارين قاعدة تنظف نظفنا أكثر منكم هذا تريجينا يا جينا صراحة هذه حركة سريعة تنظيف الحين نارين بتطلع القمايم خلاص خلصنا تقريبا كل شيء ونعود لمكان التغيير ونغير ملابسنا لبداية المحطة بداية الرحيل ايش بداية ايش يقولوا بداية النهاية تقريبا عرقنا اللين وما قلنا بس طبعا ما وقف التنظيف بس عشان على الشغلات اللي هي مثلا تنظيف ما تنظيف شلنا اشياء ثقيلة غير كذا الصحون كنا نشيل الصحون وهي مليانة اكل ونكبكبها
يعني الناس اللي تاكله عشان بما انه بوفيه نكبكبها غير يعني حاجات كثيره ما لحقت انه اصورها لكم، بس انه حاولت اصور قدر الامكان. بس كان ايش اسمه كان المدير السبب بان احنا ما قدرنا نصور اكثر لانه قاعد على راسنا يلا ننظفه وننظفه عشان يخرجنا بسرعه. يعني قول وش رايكم؟ اكيد مش مبسوطين لانه مره كان متعب ومقرف الى حد ما. انا مبسوط وشلنا اوزان وجسمنا تكسر. غير كذا حابه اقول لكم شيء، انه عاده اليوتيوبر يسوي هذا الشيء يوم كامل كتجربه اجتماعيه، بس هذا هو واقع حياتنا. احنا نشتغل عشان حياتنا تحتاج انه احنا نشتغل لها، يعني نعمل مادة، يعني المادة نوعا ما عشان المادة فبنشتغل هذا الشغل. فهذا هو طبعا، مو احنا مثل عمر يجرب ولا مثل نور ستارز ولا مثل اي احد كتجربة فقط، لا هذا هو نظام حياتنا. عشان كذا احنا عامة ما نلقي وقت عشان نصور فيديوهات اكثر واكثر. فاشوفكم على خير، وان شاء الله اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشاركوني بتعليقاتكم الجميلة. وكمان شيء ثاني، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، واحبكم كلكم.